لا توجد جارية في الأندلس أثارت حديث الناس في التاريخ مثل ما فعلت هي صبح البشكنجية، الجارية التي حكمت الأندلس من وراء حجاب وجمعت بينها وبين أكثر حكام الأندلس إثارة للجدل. علاقة حب انتهت بانقلابه عليها واستيلائه على حكم الأندلس ليبدأ عهد جديد للخلافة وليضبط أمور الدولة، ليس بحكمته وفطنته فقط، وإنما بالمراوغة والمخادعة والمكائد المتعددة. تعالوا معنا في هذا الفيديو نتعرف على قصة حياة الجارية الأكثر إثارة للجدل، صبح البشكنجية. لا يمكن معرفة الكثير عن نشأتها وحياتها الأولى، ولكن بعض المصادر التاريخية ترجح أنها ولدت في عام 938 للميلاد في مملكة نافار الإسبانية، وهي جارية بشكنجية اسمها صبح أو صبيحة، وهو ترجمة محرفة لاسم أورورا المسيحية التي كانت تحمله الفتاة، ويعني الصبح أو الفجر، وهي جارية بشكنجية من مملكة نافار الإسبانية. ظهرت من حيث لا يعرف ما السبب الذي جعلها تختار مملكة قرطبة للعيش فيها، حيث لا يعرف هل تم أسرها في المعارك مثل ما يحدث مع معظم الجواري، أم أن وجودها في قرطبة كان له سبب آخر، ولكنها ظهرت في بلاط قرطبة في أوائل عهد الخليفة الحكم المستنصر، وسرعان ما شغف بها الحكم المستنصر وأغدق عليها بحبه وعطفه، وأصبح يستشيرها في كل صغيرة وكبيرة في الحكم، واستأثرت بنفوذ كبير لديه، حتى زاد هذا النفوذ بأن كانت هي أم ولديه عبد الرحمن وهشام، تمتعت ولكونها أم ولديه بنفوذ أكبر في البلاط، وكان رأيها هو المسيطر لدى زوجها، كما أن كلمتها ورأيها كان مسموعاً في اختيار رجال الحكم والوزراء، حتى أن جعفر بن عثمان المصحفي حاجب الخليفة الحكم المستنصر كان يسعى لإرضائها وكسب ودها حتى يتقرب من الحكم، وكانت تمهد له صبح الوصول إلى المناصب العليا والمزيد من النفوذ والقوة. ثم وقعت عيناها على محمد بن أبي عامر الذي أحبته ووقعت في غرامه على الفور. لم تكن صبح البشكنجية تعرف أن محمد بن أبي عامر مثله مثل بقية الرجال يسعى فقط للتقرب إلى الحكم، وصدقت حبه لها وولعه بها، وبالفعل آتت ثمار جهد ابن أبي عامر، حيث توسطت له صبح البشكنجية لكي يعينه الحكم المستنصر في وظيفة كبرى في البلاط الملكي، وكان له ما أراد إذ صدر مرسوم بتعيينه مشرفا على إدارة شؤون ولده عبد الرحمن الذي كان سيخلف حكم المستنصر من بعده. ولما توفي عبد الرحمن صغيرا في عام 351 هجرية عينه الحكم مشرفا على أملاك ابنه الثاني هشام، وبدعم صبح البشكنجية له استطاع ابن أبي عامر التقدم في وظائف الدولة بسرعة حتى لقب بفتى الدولة، ولم يكن ذلك بفضل ذكائه وحنكته ومعرفته بشؤون الحكم فقط، وإنما أيضا يعزى كثير من الفضل إلى العلاقة السرية التي جمعت بينه وبين صبح البشكنجية، حتى صارت علاقتهم حديث الناس والدولة كلها، وعتب الكثيرون على صبح نسيانها لفضل الحكم المستنصر عليها الذي كان السبب في كل النفوذ والسلطة التي وصلت إليها بعد أن كانت مجرد جارية فتحولت إلى أقوى امرأة في الدولة هي وأولادها. تطورت العلاقة بين صبح ومحمد بن أبي عامر حتى إنه كان يتجرأ ويرسل لها الهدايا والتحف النفسية باستمرار، وشاع أنه أهداها في مرة نموذجاً من الفضة لقصر ما، وهو ما لفت نظر الكثير من رجال الدولة للعلاقة التي تربط بين الاثنين، وأصبحت العلاقة حديث الناس كلهم. استغلها خصوم محمد بن أبي عامر فهجموه واتهموه بإهدار المال العام الذي عين لأمانته، وحينما سمع الحكم المستنصر هذه الإشاعات حول صبح وابن أبي عامر والعلاقة التي تجمع بينهما ومع اتهامات الناس له بإهدار المال العام، طالبه الحكم المستنصر بحسابات الخزينة التي كان ابن أبي عامر أميناً عليها، ولكنه استطاع أن يثبت أن حسابات الخزينة صحيحة، فزاد الحكم المستنصر في ثقته فيه ولم يشغل باله بالإشاعات التي تدور حول علاقة أمين خزينته ابن أبي عامر وجاريته صبح البشكنجية. توفي الحكم المستنصر بينما كان ابنه هشام ما يزال في 12 من عمره، وهو كان السبب الذي شجع صبح البشكنجية لتوطيد علاقتها أكثر مع محمد
إذ شعر أنها رمز القوة والنفوذ والسلطة التي تجتمع بين يديها الخلافة، نظراً لوصايتها على ابنها الذي لم يكن قد بلغ السن القانوني للحكم بعد. وبسبب ثقتها الكبيرة في محمد بن أبي عامر، دعمته صبح لكي يحقق كل ما يريده وتنفيذ كل طموحاته بعيدة المدى، وهو الدعم الذي أعطاه مزيداً من المساحة والحرية ليخضع الدولة كلها لأمره. رأت فيه صبح الرجل الذي يحميها ويحمي ابنها ويحمي سلطتها، فأصدرت مرسوماً بعد أيام معدودة من وفاة زوجها باسم ابنها الخليفة الجديد، بتعيين المصحفي حاجباً للخليفة وترقية ابن أبي عامر لرتبة وزير الدولة. لكن هذه الترقيات كانت سبباً لاندلاع الحرب بينه وبين المصحفي، إذ رأى فيها المرأة التي تجتمع بيديها السلطة، وذلك بسبب وصايتها على خليفة الطفل. ولسوء حظها وقفت صبح ضد المصحفية لدعم حبيبها ابن أبي عامر، وأصبحت تستشيره في كل صغيرة وكبيرة في الحكم، وليصبح هو السيد المطلق المسيطر على كل شيء، ليقيم بدوره حجراً على الخليفة الطفل، ولم يسمح لأحد غيره برؤيته أو مخاطبته، حتى أنه كان إذا خرج الخليفة ألبسه برنساً فلا يعرفه أحد، وأحاطه بالكثير من الجنود حتى لا يتمكن أي شخص من العامة من مخاطبته. ثم تطور الأمر فبنى ابن أبي عامر سوراً وخندقاً حول قصر الخلافة ليحكم حجره على الخليفة، وأمر بالدعاء له على المنابر، ممهداً لانقلابه الأعظم على ابن صبح والإطاحة به وبأمه التي تيقظت متأخرة وحاولت استرجاع حكم ابنها، ولم تجد توسلاتها أو وعيدها وتهديدها لابن أبي عامر نفعاً، فاضطرت إلى الاستعانة ببربري بن عطية حاكم المغرب أنذاك على ابن أبي عامر الذي وسع حكمه ولقب نفسه بالخليفة الحاجب المنصور. وأرسلت صبح لحاكم المغرب أموالاً كثيرة لتجهيز جيش ينصر ولدها على ابن أبي عامر، كما حاولت صبح تأليب القائد غالب على ابن أبي عامر، ولكن محمد أو الخليفة المنصور كما لقب فطن إلى محاولات صبح لاسترجاع حكمها، فرفع يدها عن أموال خزائن القصر التي كانت تقوم بتهريبها بواسطة فتيانها. وأرسل ابن أبي عامر ابنه عبد الملك بقوة وجمع من العلماء والوزراء إلى قصر الخلافة بقرطبة، وخاطب الخليفة هشام في أمر الأموال التي تهربها والدته، وطلب أن تنقل الأموال من قصر الزهراء إلى قصر الزاهرة. لم تجد صبح البشكنجية أي أمل في أن تعود السلطة والخلافة إلى ولدها، فلجأت إلى العزلة ولم يسمع عنها شيء بعد ذلك، فغربت باختفائها شمس الدولة الأموية في الأندلس، وظهرت شمس الحكم المنصور الذي أحبها، ولكنه انقلب عليها فضاعت من أجله الخلافة وابنها وحكمها. توفيت صبح قبل وفاة المنصور، وكان ذلك سنة 390 للهجرة، أي 999 للميلاد، وتوفي الحاجب المنصور في رمضان عام 392 هجرية، ودفن في مدينة برغش، وله ضريح معروف باسمه في نفس المكان. وقد تم تجسيد دورها في أكثر من مسلسل، حيث جسدت الدور الفنانة فردوس عبد الحميد في المسلسل فتى الأندلس، وكذلك الفنانة نسرين طافش في المسلسل ربيع قرطبة.